السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من بين قوسين. نناقش الليلة أهداف ونتائج وتأثيرات التحالف العربي في اليمن وتأخر حسم الأزمة عسكريا. إن هذا أفظع صراع رأيته، لأنه لا ينتهي، كل يوم قتلى وصراخات، لم يكن هناك يوم واحد من الهدنة. هكذا قال تيري جيبيو رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن. لا ملامح إذن واضحة للمستقبل اليمني وسط هذا الصراع الذي لا ينتهي، بل يزداد غموض يوما إثر آخر. أكثر من 100 يوم على بدء أول عمليات التحالف في اليمن، ولكن الوضع على الأرض لا يزال بعيدا عن الحسم. عمليات إنقاذ اليمن بدأت بعاصفة الحزم في 26 من مارس، وتتواصل حتى اليوم فيما يسمى بعملية إعادة الأمل، عبر تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية وبمشاركة 10 دول عربية. إلى أي مدى حقق التحالف العربي أهداف عملياته العسكرية في اليمن؟ وما هو مستقبل العملية السياسية في ظل استمرار عنف سلطة الانقلاب وفشل مساعي استئناف العملية السياسية والبدء بهدنة جديدة؟ قبل أن أبدأ بحلقتنا لهذه الليلة، نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. عدنا معكم مجددا مشاهدينا الأكارم في حلقتنا اليوم من بين قوسين، والتي نتحدث فيها عن نتائج وتأثيرات التحالف العربي، والتي سيكون معي أيضا عبر الهاتف من القاهرة الصحفية والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين، ومن الرياض الناشط السياسي الدكتور حمزة الكمالي، وكما سيكون معنا عبر السكايب من ولاية ميشيغان الأمريكية الصحفية والناشطة لطيفة علي. أرحب بضيوفي جميعا، وأبدأ مع الناشطة والصحفية لطيفة علي. أستاذة لطيفة، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. أستاذة لطيفة، بالتأكيد مرت 100 يوم من القتال في اليمن، أكثر من 8000 غارة جوية، لكن الوضع في الميدان لا يزال بعيد عن الحسم. كيف تقرأين هذه المعطيات؟ بدءا نشير إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، وهي كارثة غير مسبوقة وحالة مأساوية. هذه الكارثة الإنسانية لم يلتفت لها السياسيين كأولوية الآن، ستتفاقم وسوف يكون لها نتائج كارثية بالتأكيد. بالنسبة للوضع العسكري والوضع السياسي فهو مراوح في مكانه، لأن القرار السياسي لم يعد قرارا بيد القيادة الشرعية في الرياض، وإنما هو القرار على الأرض بيد ميليشيا الحوثي وميليشيا صالح. لا، القرار عسكري للأسف الشديد. كلنا والشعب اليمني بكافة أطيافه يرجو ويتمنى أن يكون هناك حلا سياسيا للأزمة الراهنة، لكن استقواء الميليشيا بالسلاح، كيف الآن أن يكون لنا الآن، ما هي خيارات الشعب اليمني الذي متواجدة؟ ليس هناك خيار أمام الشعب اليمني إلا انصياع الميليشيا الحوثي لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار الأخير وهو قرار 22/16، وهو الانسحاب من المدن وتسليم الدولة. في ظل هذا الإطار سيكون هناك حل سياسي. نعم. إن لم يكن هذا الإطار هو الوحيد لهذا الخيار، فتظل الأزمة متفاقمة وسيظل الوضع في محله مراوحا في مكانه. يطالب الجميع القيادة، بما فيها القيادة السياسية، بما فيها الأحزاب السياسية، بما فيها الشعب اليمني الذي يحتاج إلى المعاناة، بهذا الخيار. لكن الخيار كما قلت ليس خيارا بأيدينا، إنما هو خيار الذي هو خيار الميليشيا على الأرض، ويجب أن تلتفت هذه الميليشيا، يجب أن تعي الآن بعد كل هذا الخراب وبعد هذا 3 شهور من القصف من الجو والقصف من الأرض، ما الخيارات الذي أمامها؟ هل ستظل تحارب الشعب اليمني إلى ما لا نهاية؟ هل ستظل أن هل في اعتقاد الميليشيا وميليشيات الحوثي وصالح أن الحل العسكري هو الخيار الوحيد أمامها؟ لن يصلوا إلى مكان ما. المقاومة على الأرض تتفاقم، المقاومة على الأرض في يوم ما، إن لم تحرز المقاومة نصرا عسكريا فإنها ستظل تقاوم. ليس هناك حاضنة شعبية كما يروج للحوثيين وعلي وميليشيات صالح. هؤلاء الناس مرفوضون من قبل الشعب اليمني، يجب أن يعوا أنهم لن يكون لهم وجود بالسلاح. عليهم أن يعودوا كحزب سياسي، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا هو الخيار.
فقط لا غير. نعم. طيب أستاذة لطيفة، إذا عدنا لسؤالي حول يعني عاصفة الحزم وأيضا عملية إعادة الأمل الذي تقوده قوى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، كيف تقيمينها؟ هل حققت الأهداف؟ هل هناك جوانب نجاح؟ هل هناك جوانب إخفاق في هذه النقطة؟ تفضلي. فيما يخص عاصفة الحزم، لم نكن نتمنى أن نصل إلى هذا الخيار، ولم نكن نتمنى أن يستنجد الرئيس الشرعي بهذا الخيار، وهو خيار لا شك أن له مردود سيء ومردود سيء جدا. الحرب ليست الخيار الجيد لأي شعب. الحرب دمار، وهذا ما هو على الأرض. وإن كان هذا الخيار قد كان خيارا سياسيا أمام الرئيس الكارثة، ودائما أنا أكرر على هذه المصطلح وهو الرئيس الكارثة، اضطر إلى هذا الخيار عندما وضعه الحوثيون، وجميعنا نعلم تحت الإقامة الجبرية، ووضع حكومته تحت الإقامة الجبرية، عندما استولى على مكونات الدولة لم يكن أمامه إلا هذا الخيار. نعم. هذا الخيار أقاد إلى اليمن إلى كوارث أخرى، هي ونتائجها هي الكوارث الصحية البيئية الإنسانية، مردودها سيء على الشعب اليمني. من يدفع الثمن؟ ليس من يدفع الثمن، هل هي القيادة السياسية في المهجر؟ إنه الشعب اليمني الذي يدفع الثمن. خيارات الحرب ليست خيارات جيدة، إنها خيارات كارثية. هذا ما يجب أن يعيه الجميع، أنه ليس أمام هذا الشعب إلا العودة إلى خيار السلم. نعم. وخيار السلم ليس بيد قيادتنا، للأسف نقولها بكل وضوح، الخيار ليس بيد القيادة السياسية في الرياض ولا في أي. نعم. إذن يبدو فقدنا الاتصال بالأستاذة لطيفة، سنعود بها بالتأكيد مجددا. الآن ينضم معنا من الرياض الناشط السياسي الدكتور حمزة الكمالي. دكتور حمزة مساء الخير. مساء النور لك ولضيوفك عزيزي. دكتور حمزة، إذا تحدثنا عن التحديات التي أعاقت عملية إعادة الأمل من تحقيق أهدافها في اليمن، كيف تقرأها من وجهة نظرك؟ أولا علينا أن نقرأ العملية العسكرية التي بدأت بعاصفة الحزم لإعادة الشرعية، من ثم عملية إعادة الأمل من منظور الأهداف الممكن تحقيقها والمراد تحقيقها والأهداف البعيدة المدى. كان هناك رسالة واضحة منذ بدء الأمر، وهو إيقاف الانقلاب الذي خطط له الحوثيين وإيقاف مشروعهم الإيراني للسيطرة على اليمن. حتى هذه اللحظة نستطيع بأن نجزم بأن العمليات العسكرية، وبالإضافة أهم من ذلك أصلا هو العمل البطولي الذي تقوم به المقاومة على الأرض، استطاع إيقاف هذا المشروع الذي أعتقدوا أنهم سيسيطروا على تعز أو عدن في ليلة وضحاها، كما فتحت لهم بعض المدن. الشيء الذي نريد أن نوضحه هنا أنه هو الهدف الرئيسي هو كان العودة إلى العملية السياسية. اليوم الحوثيين تغير خطابهم، إذا ما رجعنا خطابهم ورسائلهم الذين كانوا يرفضوا أي حل سياسي ويقولوا بأنهم سيمضوا تحت شعارهم الوهمي محاربة الدواعش كما يقولون. لذلك هناك شيء مهم هنا، أن الحوثيين خضعوا وذهبوا نحو الحل السياسي. قد يكون الآن مطلبهم ومطالبتهم بالحل السياسي وفق شروط يريدونهم، لكن غدا سيذهبوا نحو الشروط الدولية التي تستند على قرار مجلس الأمن. الأهم من ذلك كله، ولكن دكتور حمزة، ولكن من خلال كلامك ومن خلال زي ما ذكرت بأن الحوثيين صعدوا من خطابهم وتحديهم، إذن ما هي الخيارات أمام الرئاسة اليمنية والحكومة اليمنية، وأيضا ما هي الخيارات أمام قوى التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية إذا ما استمر هذا التعنت من قبل ميليشيا الحوثي وعدم الانصياع لقرار مجلس الأمن وعدم الدخول في حل سياسي؟ هناك مشكلة حقيقية نحن نواجهها الآن. نحن أمام جماعة ليست دولة، نحن لا نحارب دولة، نحن نحارب عصابة. هذه العصابة لا تهتم بما وصلت إليه أحوال الناس، ولا تهتم بما وصل إليه المستوى المعيشي في المناطق المحاصرة، ولا حتى المناطق التي تحت سيطرتهم. لذلك نحن نتحدث عن حرب بلا أخلاق، بلا مبادئ، بلا أقل أساسيات الحرب التي تضعها مواثيق الأمم المتحدة، لأن لا يكون الصراع لا إنساني. للأسف جماعة الحوثي برغم تردي الأوضاع لا تكترث. لذلك أنا أعتقد أنه الدفع بالحل السياسي مهم جدا، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون دعم المقاومة رئيسيا وحاضرا في أجندة الحكومة الشرعية، لأنه بلا المقاومة لا أعتقد أنه جماعة مثل الحوثي حققت مكاسب بالقوة ستؤمن بغير القوة. لذلك هي اللغة التي تفهمها جماعة الحوثي هي لغة القوة، التي يجب أن تكون حاضرة كيد للسلام ويد للحرب في نفس الوقت. لكن هناك لوم كبير يجب أن يوجه للحكومة الشرعية، سواء الرئاسة أو الحكومة أو حتى القيادات العسكرية
والتي متواجدة في الرياض، لأنها حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تتحرك بنفس الوتيرة التي يحتاج أن يكون التحرك عليها في الأرض على مستوى دعم المقاومة ولا حتى على مستوى السياسي، وهذا لو نوجهه بصراحة بوضوح يعني. نعم، إذا دكتور يعني في ظل ما ذكرت وفي ظل المعطيات، إذا ما هو الخيار أمام قوى التحالف؟ وهل هناك مثلا خيار التدخل البري مدروس في ظل عدم قدرة التدخل الجوي على الحسم النهائي؟ لا يوجد معركة تحسم من الجو عزيزي، ونحن نعلم أنه حتى المعارك الجوية يكون لها أخطاء كارثية غالبا، لذلك المعركة دائما ما تحسم على الأرض. الحديث عن تشكيل قوة برية يمنية من المقاومة الشعبية ومن الألوية التي توالي الشرعية، هذا حديث مهم جدا، ليس فقط لمجرد القضاء على حركة الحوثي، الأهم من ذلك هو كيفية تسلم البلد وإدارتها بعد أن تقوم هذه الحركة، يا سواء بالانسحاب أو بعد هزيمة هذه الحركة. لذلك نحن نتحدث عن جيش جديد عزيزي بشير، نحن نتحدث عن بناء دولة من الصفر، لأنه للأسف كل ألويات الجيش التي كان مفترض أن تقف في صف الشرعية وفي الصف الصحي وقفت ضده، لذلك تفكير الحل من داخل هذه الألوية سيعيد نفس المشكلة. فالموضوع هنا ليس فقط أن تقوم قوات التحالف بتشكيل قوة برية للتحرك، الموضوع ليس فقط معركة الانتصار، الموضوع هي كيفية إدارة شؤون البلاد بعد سقوط هذه الجماعة. نعم، طيب دكتور حمزة ابقى معنا، وأيضا قبل أن أعود لضيفتنا الأستاذة لطيفة من ميتشيغن نذهب لمتابعة هذه المادة التي توثق الدواعي التي جعلت التحالف العربي يقود حملة لاستعادة ودعم الشرعية في اليمن، ومن ثم نعود. ابقوا معنا. أؤكد هنا بأن إرادة الشعب اليمني التي عبر عنها في كل المناسبات وفي كل الساحات هي التي دفعتني وفي أطار مسؤولية الدستورية والشرعية إلى توجيه رسالة إلى أخواني الأعزاء ملوك وأمراء ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدة الفورية بكافة الوسائل والتدابير للأزمة، بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المدمر. اضطرينا وبطلب من الشرعية لحماية الشرعية، وكان عمل اضطراري لابد منه. الآن انتقلنا إلى مرحلة عمليات إعادة الأمل، وأنا أعتقد أن الأمل موجود إن شاء الله بإذن الله. دول المجلس لن تترك اليمن في أزمتها. أمامنا هدف مهم الآن هو إعادة الأمن والاستقرار لليمن، وإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، وإعادة الأمن والاستقرار للعالم الذي وعى أن اليمن يعتبر خطر على الأمن والسلم الدوليين، ولذلك صوت مجلس الأمن بأغلبية 14 عضو على القرار 2216. إذا تابعنا هذه المادة التي لخصت التوجه الذي قادته قوى التحالف العربي من أجل إعادة الشرعية اليمن بعد دعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي للتدخل، بعد أن اسقطت الميليشيا الدولة وسيطرت على كل مفاصل الدولة بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية. أعود للدكتور حمزة. دكتور حمزة، حقيقة اليمنيون يتساءلون كثيرا، إلى متى سيظل وستظل يد الحوثي تبطش وتقتل في اليمنيين؟ أصبح اليمنيين اليوم يعني مشردين في دول الجوار، أصبح اليمنيون أن يفتقرون لأدنى الخدمات كالكهرباء كالمياه كالأدوات الطبية، حصار خانق، إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ هناك شيء مهم جدا، الموضوع ليس فقط أن ينسحب الحوثيون أو أنهم يقوموا بتسليم بعض المدن، الموضوع أن هناك سلاح تمتلكه جماعة خارج عن القانون بالإضافة إلى ألوية غير شرعية توجه سلاحها نحو اليمنيين. إذا استمرت، لا أعتقد أنه يعني الانسحابات الصغيرة من بعض الأماكن ستفي بالغرض، نحن نتحدث عن أننا نريد أن نعيد بناء الدولة من جديد عبر إنهاء هذه الحالة الشاذة التي صنعتها ميليشيات الحوثيين مع ألوية صالح. هذه إعادة البناء هذه ترتكز على شيء مهم جدا، وهو بناء جيش وطني وأمن وطني يحمي الناس لا يقاتلهم، جيش يستطيع الدفاع عننا ولا يوجه سلاحه ضدنا. الأهم من هذا كله أن هذه العمليات ترتكز بشكل رئيسي جدا على كيفية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. هذه المخرجات
التي اتفق عليها الجميع بما فيهم الانقلابيين الحوثيين تقول بشكل واضح بأنه يجب أن يتم تسليم سلاح الميليشيات إلى الدولة. لا أعتقد أن الموضوع سيكون سهل أو بسيط. هذه الجماعة إذا لم يتم مواجهتها بالقوة العسكرية التي تفهمها لن تسلم السلاح. تدمير معسكرات التي تقف ضد الشرعية والتي لم يستفد منها اليمنيين واستنزفت جيوب اليمنيين ودماءهم كانت خطوة مهمة جدا قامت بها قوات التحالف، لأن هذه الأسلحة التي لم تتحرك يعني ولو رصاصة منها عندما تم اقتحام الحوثيين عندما قام الحوثيين باقتحام صنعاء، هذه الأسلحة لا يجب أن تبقى معهم. هذه رسالة واضحة. الشيء الآخر وهو الطيران والسلاح الجو بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية والأسلحة. أنا السؤال هنا، اليمن محاذاتها المملكة من الشمال وسلطنة عمان من الجنوب، من سنحارب السلام؟ من سنحارب؟ من سنقاتل؟ السلاح الذي امتلكناه لسنين طويلة كان دائما يوجه إلى صدورنا ويستنزف أموالنا ومواردنا. لذلك أنا أقول أن إعادة يعني سحب هذا السلاح وإعادة بناء الهيكلة العسكرية والأمنية هي الأهم في هذه اللحظة قبل المضي. نعم. طيب دكتور حمزة على الطرف الآخر، يعني من يسمعك الآن سيقول بأن الطريقة التي يتم فيها تدمير للبنية الأمنية والعسكرية لليمن هي يعني ليست صحيحة. لا يوجد بنية تحتية اليمن، لم يكن لدينا للأسف جيش وطني على مدى تاريخنا، كان الجيش جيش عائلي مناطقي. حاولت السلطة الشرعية بعد انتخابها في 2012 إعادة هيكلة الجيش، لكنها اكتشفت أن المشكلة أعمق من مجرد المعالجة السطحية. الموضوع ليس مجرد فقط أشياء شكلية، هذه دولة يعني هذه عصابة بنيت على مدى 30 عام وهي المشكلة الرئيسية. لم يكن الحوثيين ليخرجوا من صعدة أو حتى من محيط المران لولا وجود هذه الألوية العسكرية التي تواطأت وسلمت مثل ما كانت تسلمهم في خلال الحروب الستة. لذلك أنا أقول أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وعلى رأس هذه النقاط التي وردت في هذا القرار هو تسليم الأسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني. نعم نعم. طيب حمزة، في نعم، هذه النقاط التي ذكرتها يعني الجميع مسلم بها، لكن على أرض الواقع الوضع مختلف تماما. الوضع على أرض الواقع مختلف. لحظة دكتور، الوضع على أرض الواقع مختلف تماما، وأعتقد يعني وكثيرون يتكلمون منهم في الداخل أن الحل الوحيد هو بيد المقاومة. لماذا فشل التحالف العربي برأيك في دعم المقاومة من أجل تغيير المعادلة على أرض الواقع والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم؟ أقول لك شيء مهم جدا وتسمح لي، يعني أنا لا ألوم التحالف العربي. التحالف العربي قام بدوره على أكمل وجه وحاول وما زال حتى هذه اللحظة يقوم بدوره. المشكلة الحقيقية هي كانت موجودة وما زالت، أنا أقولها بصراحة، في أغلب القيادات السياسية والعسكرية والأمنية المتواجدة في الرياض التي لم تقوم بمهمتها حتى اللحظة. لن أسمي بالاسم، أنا أقول الجميع يتحمل مسؤولية، عليهم رصد الصفوف وترتيب وتجاوز خلافاتهم. استمرارهم بهذه الاختلافات هو سيؤثر على المقاومة على الأرض. أنا أقولها بوضوح، إذا لم يتحلوا هؤلاء ويتحملوا المسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ اليمن، أعتقد أنهم سيتحملون اللوم الرئيسي أكثر من الحوثيين أنفسهم. نعم نعم دكتور. طيب دكتور، إذا يعني في ظل ما ذكرت وفي يعني إطار هذه القراءة التي تحدثت عنها وعجز الحكومة عن تحمل مسؤولياتها وأن التحالف العربي قد قام بمهمة على أتم الوجه، إذن ما هو يعني أو ما هي الخيارات التي ممكن اليمنيون يبنوا الآمال عليها من أجل إنهاء هذه الأزمة، من أجل إنهاء هذه الحرب؟ حتى هذه اللحظة نحن نمتلك سلطة شرعية، برغم يعني أنا لا أتحدث عن الرئيس كشخص أو عن رئيس الحكومة كشخص، أنا أتحدث عن الجميع، جميع القوى السياسية والعسكرية التي للأسف لم تقم بدورها الكامل حتى هذه اللحظة. أقول أن عليهم تحمل مسؤوليتهم والعمل، هذا ما نعول عليه بشكل رئيسي، الاستفادة من دعم الأشقاء والاستمرار في ذلك. ومع أنه اليوم يعني يوم غدا سيتم إعلان الهدنة بشكل كامل، بدء الهدنة للأسف حتى هذه اللحظة أن دور الأمم المتحدة كان ضعيف، لم يكن الدور الكافي الذي نريد، لم تدفع الأمم المتحدة بتنفيذ القرار الخاص بها للأسف حتى هذه اللحظة. وأنا أقول أنه كل هذه الأمور تناط بمن هم في السلطة الشرعية الذين عليهم أن يتحركوا على المستوى الدبلوماسي، على المستوى السياسي، على المستوى الإغاثي، على المستوى حتى العسكري لدعم المقاومة على الأرض. هذه المهمة عليهم وعلينا أن نوجه لهم عليهم بلا، أنا أقول بلا استثناء،
الجميع إن لم يتجاوزوا خلافاتهم فهم يتحملون مسؤولية ما يحدث الآن. نعم دكتور حمزة، يعني كيف تقرأ يعني في ظل يعني قبل الأمس عندما تم استهداف المعسكر من قبل قوات التحالف، هذا المعسكر الذي كان اليمنيون يأملون الآمال على إعادة لملمة الجيش، هذه الضربة إلى أي مدى ممكن تؤثر على نفسيات المنتسبين في قوات الجيش الموالين للشرعية الذين ذهبوا إلى مأرب إلى منطقة العبر من أجل أن يستعيدوا هذا الجيش الوطني يلملموا جراحه، يعني من أجل الانطلاق وإعادة الجيش بهيكلة ممكن تقود عمليات عسكرية تحرر البلد؟ أولا أترحم على روح الشهيد أحمد الأبارة وعلى جميع القيادات والرجال العسكريون الذين لقوا حتفهم في هذه الحادثة. أنا قلت لك قبل قليل أنه مشكلتنا أن هناك خلافات واختلافات إن لم يتم تجاوزها فأنا أعتقد أننا سنذهب إلى الكارثة بحد ذاتها. فأنا أقول أنه هذه المشاكل وهذه الحوادث التي تحصل إن لم يتم إصلاح المركز القرار في السلطة الشرعية بشكل صحيح ومعالجة الخلافات بين أنا أقول القيادات جميعها بلا استثناء سنرى للأسف أسوأ من ذلك. وأنا أقولها وأنا أشعر بحرقة شديدة، يعني الحوثيون برغم خلافهم الكبير جدا مع صالح وحربهم الست سنوات تنازلوا عن مبادئهم، تنازلوا عن يعني عن عن عن, عن القتل الذين سقطوا سواء من الجانبين ليجتمعوا على يعني على ما على على ما يقولوا على محاربة الشعب اليمني. فكيف نحن الذين قد في صف الشرعية والذين نسعى من أجل مصلحة الشعب اليمني لماذا لا نتفق؟ لماذا لا نوحد أيدينا ونعمل سويا ونتجاوز خلافاتنا؟ أنا أقول أنه ترتيب الوضع هذا يقع على عاتق رجال قيادة الدولة والسياسيون، عليهم أن يرتبوا صفوفهم قبل فوات الأوان. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي الدكتور حمزة الكمالي، كنت معنا من الرياض. ومشاهدينا الكرام الآن نذهب لاستعراض بعض آراء أصدقاء البرنامج عبر نافذة الواتساب الذين من خلال هذه النافذة يشاركون معنا بالصوت والصورة، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. نستطيع القول أن التحالف العربي وعملية التحالف العربي في اليمن جاءت في وقت كانت الأمة العربية والشعوب العربية تنظر أو مصابة بحالة من اليأس من أن يقوم للعرب قائمة أو أن يكون للعرب دور في صناعة مستقبل مشرق للأمة العربية. هذه العمليات ربما أعادت جزء من الأمل، هذا الأمل يحتاج إلى مزيد من العمل حتى يكتمل الحلم العربي. لا يمكن أبدا أن يكون الأمل فقط بالتعاون العسكري، يجب أن يتبع هذا التعاون وأن تتبع هذه العمليات وأن يتبع هذا التحالف مشروع عربي موحد لانتشال ليس اليمن فقط وإنما الوطن العربي بما هو فيه، والانتشار للوطن العربي لإعادة انتزاع القرار العربي الذي أصبح خارج إطار السيطرة العربية. إعادة الأمل هي كانت الأمل الوحيد لليمنيين، لكن للأسف ما شهدناه هو عكس ذلك تماما. المساعدات لم تصل كما يجب إلى المواطنين، خصوصا في محافظات تعز وعدن وغيرها من المحافظات التي تتعرض لقصف يومي وتدمير شامل للأسف الشديد من قبل قوات الحوثي وعفاش. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا هذه النافذة عبر برنامج الواتساب التي فتحناها من أجل المشاركة في آرائكم عن البرنامج بالصوت والصورة، وأنقل بعض الآراء للأستاذة لطيفة علي من ميتشيغان. أستاذة لطيفة، تابعنا بعض الآراء في يعني المتابعين عبر برنامج الواتساب، وكانت يعني تلخص من خلال كلامهم أنه كان الهدف من توقيت عاصفة الحزم والبدء بإعادة الأمل فتح المجال للتوصل إلى صيغة يمنية جديدة لتحقيق الاستقرار لليمنيين، تعطي اليمنيين الفرصة لبناء الدولة. من أضاع هذه الفرصة برأيك؟ تفضلي. حتى دون استقراء لآراء اليمنيين، يعني المسألة واضحة بشكل جلي جدا بالنسبة لكل اليمنيين أن إضاعة الفرصة وحتى اللحظة وحتى فيما بعد اللحظة هي بيد المهيمنين على الأرض كما قلنا سابقا، وهم الحوثيون وميليشيات صالح. لا أحد نكررها أن الحرب هذه لا في مصلحة أحد من اليمنيين. هذه الحرب تصب في معاناة اليمنيين أكثر منها تخدم اليمنيين. لذلك
يظل اليمني الذي يدفع الثمن من قوته، من تجويعه تحت ميليشيا لا تعرف، لا تعي ولا تفهم بأي من لغات العالم سوى لغة السلاح. إضاعة الفرصة، ونقول لهم حتى هذه اللحظة ما زالوا يهدرون الفرص تلو الفرص. العالم أتاح لهم فرصة عبر مشاورات جنيف كي يكونوا قسم أو حزب سياسي يقعد على الطاولة ويتحدث كحزب سياسي وليس كميليشيا، وهذا يعتبر فرصة سياسية، وهذا بالنسبة لهم لو كانوا يفقهون بهذه اللغة لاعتبروا هذه اللغة فرصة سياسية لهم كي يجلسوا على الطاولة وكطرف، بينما هم ليسوا طرف، هم طرف معادي وليس طرف سياسي. نعم. عندما حملوا السلاح أصبحوا طرف معادي للشعب اليمني. نعم. أستاذة لطيفة، في هذه النقطة بحت الأصوات، يعني منادات هذه الجماعة، هذه الميليشيا، بأن تتحول إلى حزب سياسي، بأن يعني تنصاع لمطالب الشعب لتدخل في حل سياسي حقيقي. إذا استمر هذا التعنت، إذا استمر هذه يعني الكبرياء من قبل هذه الميليشيا التي لا تؤمن إلا بالقتل وتؤمن بالقوة على أرض الواقع، ما هي الحلول؟ سيظل هناك خيار واحد أمام اليمين، أو خيار واحد أمام اليمين، وهو خيار المقاومة. المقاومة ليست مقاومة بشكلها المسلح فقط، المقاومة بكل أنواعها، مقاومة سلمية. هناك كتاب يرفضون، هناك صحفيين ينادون، هناك مثقفين في أرجاء اليمن يرفضون هذه الميليشيا. هذا الرفض المجتمعي الشامل لهذه الميليشيا يجب أن تصل إليهم الرسالة أنهم لن يحكموا اليمن، وأنهم لن يسيطروا بقوة السلاح. ستكون أمامنا كما قلنا رفض سلمي، سيكون أمامنا مقاومة مسلحة اضطرنا لها اضطرارا. وعلى ذكر المقاومة المسلحة، نحن لا نعرف حتى اللحظة هذه ما الذي يجري بالنسبة للمقاومة المسلحة، من أين الإمداد، عدم إمداد المقاومة المسلحة على الأرض من قبل القيادة الشرعية، أسباب كيف تتعامل القيادة الشرعية مع المقاومة على الأرض. هناك غموض غريب، وهناك غموض يعني يدعو إلى الدهشة، بل نصاب بالدهشة بشكل غير طبيعي عندما نعلم أن القيادة الشرعية في الرياض بمعزل عما يجري على الأرض. نعم نعم نعم. طيب أستاذة لطيفة، ابقي معنا، انضمت إلينا الآن من القاهرة الصحفية والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. أستاذة ميساء مساء الخير. أستاذة ميساء. أيوة معك. أيوة مساء النور. مساء الخير، أهلا بك معنا في برنامج بين قوسين. أستاذة، يعني رئيس منظمة أطباء بلا حدود في اليمن قال أنه لم يرى من أفظع من الصراع الذي شاهده في اليمن عنف ميؤوس من انتهائه. كيف تقرأي مستقبل اليمن في ظل استمرار خيارات العنف في البلد؟ طبعا هو مستقبل مظلم، يعني من ناحية إنسانية تحديدا، خصوصا انه اصلا اليمن هي اصلا بتعاني من معدلات مرتفعه في سوء التغذيه، بتعاني من تدهور في الخدمات الطبيه. فلما يجي اصلا صراع زي هذا بين اطراف متحلله اخلاقيا، يعني ما عندهاش اي مشكله مع هذه المعاناه الانسانيه، فبالتالي طبيعي انه يكون حجم المعاناه كبير جدا. نعم. طيب أستاذة، لماذا تستمر الميليشيا وقوات المخلوع صالح في كل هذا الوحشية ضد اليمنيين، حتى في شهر رمضان، حرمة شهر رمضان، يعني للأسف الشديد يعني كهرباء مش موجودة، بترول، غاز، كل الخدمات معدومة، حتى الأدوات الطبية، هذا يعني ويصرحون للأسف خلال اليومين، رغم أنه الأمم المتحدة تدعو لهدنة خلال الأيام الأخيرة وخلال أيام العيد، لكن الميليشيا تصعد وتتكلم بمصدر القوة والعنف. كيف؟ ما هو الحل؟ الحل هو طبعا الحل السياسي هياخذ وقت لحد ما تبدأ العملية العسكرية تبدأ تتضح فيها موازين القوة، بمعنى أنه ما فيش حل سياسي قبل ما تبدأ تستوي أو تنضج الوضع عسكريا. الوضع العسكري لا يزال لصالح الحوثي وصالح طبعا، لكنه لصالحهم بشكل هش، يعني هم لا زالوا غير قادرين على السيطرة بشكل كامل على عدن وتعز، طردوا من ضالع، مش قادرين يسيطروا على ثلث مساحة البلد اللي حضرموت ومهرة، المأرب ما قدروش يدخلوها، فبالتالي هم لا يزالوا مسيطرين بشكل أفضل. الطرف الثاني غير منظف، فبالتالي هم مسيطرين لأنه ما فيش طرف أصلا بيقاومهم منظم.
نعم. طيب أستاذة، يعني تعالت الأصوات الناقدة للحكومة اليمنية أنهم هم من يتحملوا المسؤولية خلف ما يجري، أنهم يعني أصبحوا عاجزين ولم يتعاملوا بمسؤولية، لم يتعاملوا لم يستطيعوا أن يتحركوا دبلوماسيا خارجيا إقناع المجتمع الدولي والإقليمي بأن هذه الميليشيا هي يعني تمارس هذه الجرائم وهذا العنف ولا تنصاع لأي قرارات سواء أممية أو إقليمية أو ما كانت أو ما شابه ذلك. لماذا يعني الحكومة فشلت في مثل هكذا تحدي كبير واليمنيين معولين عليها كثيرا؟ الحكومة في الرياض بالتأكيد تأكلت شرعيتها بالداخل درجة أنها تقريبا تلاشت. الحكومة في الرياض مطالبة أنها ترجع لليمن، ترجع لليمن لأي مكان في اليمن، ولو حتى مأرب، الضالة، حضرموت، سقطرة، أي مكان باليمن أفضل من وجودها بالرياض، لأنه أي مكان باليمن يعطي لها شيء من الشرعية. هذا أولا. ثانيا، هي أصلا حتى موجودة في الرياض لم تفعل شيء مثلا لليمنيين في منفذ الوديعة، ما عملت أي شيء حتى لليمنيين اللي داخل السعودية، فبالتالي هي يعني هي لا تتحمل مسؤولية، يتصرف بشكل غير مسؤول تجاه اليمنيين. هذا لا علاقة أولا أنه طبيعة عبد ربه منصور أصلا حامل، يعني هو طبيعة من حتى هو صنعة، هو شخص حامل، لكن أنا مش قادرة أفهم إيش سر ضعف أداء بحاح إلا إذا كان غير واعي بمسؤولياته. رياض ياسين طبعا أداء الدبلوماسي واضح من البداية حتى من تصريحات الإعلامية ومؤتمراته أنه شخص ضعيف، فبالتالي في سوء اختيار للرجال المحيطين بالرئيس عبد ربه منصور، وفي هم عدم إدراك أو فهم إيش أولوياتهم في هذه المرحلة. أولوياتهم هي خارجية، دبلوماسية، معركة دبلوماسية ومعركة إنسانية. نعم. انهم هذا اضافه الى انهم غير قادرين حتى على ترتيب الوضع عسكريا، يعني حتى التنسيق ما بين فصائل المقاومه مثلا، فهم نعم. عاجزين على كل المستويات. نعم. طيب استاذه ميساء، يعني هناك اخبار تتحدث بانها يعني وجود خلافات بين المكونات الشرعيه اللي متواجده في الرياض مع الرئيس والحكومه، الى اي درجه ترين بالفعل ان هذه الخلافات ان وجدت ايضا هي سبب وعقبة أمام الحسم في المشهد اليمني؟ هي ممكن تكون سبب من الأسباب. يعني خالد بحاح طبعا في منافسة ما بين عبد ربه منصور وخالد بحاح. عبد ربه منصور يدرك تماما أنه منصب تعيين نائب رئيس اللي هو خالد بحاح هي خطوة لإزاحته. عبد ربه منصور يدرك أنه لو توقفت الحرب أنه لا مكان له في اليمن ولا مجال لعودته، لكن حتى بحاح الآن بتضيع فرصة. نعم. لو استمر في هذا الأداء الضعيف. نعم. أستاذة ميساء، في أقل من نصف دقيقة إذا تكرمتي، ذكرت الأستاذة لطيفة علي من ميتشيغان من أمريكا بأن الحل لابد أن يكون في المقاومة وأيضا يعني مناهضة الميليشيا بالطريقة السلمية، سواء في جانب الإعلام، سواء الناشطين، المظاهرات، الاحتجاجات، هذا سيكون لها دافع كبير في يعني مجابهة الميليشيا في الداخل. أنت هل تتفقين معها في هذه النقطة أن الحل السلمي والنضال السلمي لا زال ممكنا في ظل ما يحدث في اليمن؟ أولا المقاومة العسكرية هي لها مخاطرها، لأنه في تنامي للجماعات المتطرفة ضمن هذه المقاومة. أنت ما تقدرش تجمع هذا السلاح من كل هذه الجماعات اللي بعضها فوضوية، بعضها مناطقية، بعضها شخصيات بتقودها شخصيات لها مطامع سياسية أو بطبيعتها شخصيات متحللة من أي مسؤولية، فبالتالي في لها مخاطر كبيرة. لكن خلينا نكون واقعيين، المقاومة المدنية بنتكلم على إيش؟ إحنا بنتكلم على وضع لا دولة، بمعنى إنه أي فكرة المدنية لابد من وجود دولة علشان يكون في عمل مدني. اليوم الأمن الآن اتحللت فيها الدولة وصار اليمنيين عبارة عن قبائل ومناطق، فبالتالي فكرة العمل المدني المتجاوز لطبيعة القبائل والمناطق في اليمن، للطبيعة الجبلية، التقسيم الجبلي والمناطق اللي شرخ المجتمع اليمني بعد سقوط صنعاء، ما هيش ممكنة أو مش واقعية تماما. أنا مش مقتنعة أنها واقعية. أنا للأسف بشايف خيارات قدامي كلها مرة. الخيار العسكري لو هو خيار منظم تحت مظلة سلطة سياسية واعية فيه كان ممكن يكون ناجح، لكن هذا مش وارد الآن. والخيار المدني مش شايفة واقعي، لأنه العمل المدني هذا في حالة وجود دولة، أنت فين مظاهر الدولة لديك؟ شكراً. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفية والباحثة السياسية الأستاذة ميساء شجاع الدين، كنت معنا من القاهرة. أعزائنا المشاهدين، قبل أن أعود إلى ضيفتي من ميتشيغان الأستاذة لطيفة علي،
نذهب للتعرف أكثر عن أهداف ونتائج بعد أكثر من شهرين ونصف من انطلاق عاصفة الحزم وعاصفة إعادة الأمل، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. عدنا معكم مجددا مشاهدينا الأكارم بعد أن تابعنا هذه المادة التي وثقت من خلالها الأحداث التي قادتها قوى التحالف عن طريق عاصفة الحزم وعاصفة إعادة الأمل. وأعود في الأخير إلى الأستاذة لطيفة. أستاذة لطيفة، في ختام يعني البرنامج، من وجهة نظرك الآن، ما هو الحل الممكن الذي ممكن يغير في الداخل، ممكن يعمل على تقارب الرؤى السياسية، ممكن للمجتمع الدولي أن يصل إلى نقطة يلتقي فيها عندها أو يلتقي عندها كل اليمنيين، والخروج بحل سياسي يعني مرضي للجميع؟ دعني أشير في البداية إلى ملاحظة وحيدة، وهي بالنسبة لنائب الرئيس بحاح أو الخلافات التي ما بين القيادة السياسية في حكومة المهجر في الرياض. للأسف الشديد أن كان هناك أمل بالنسبة لليمنيين في تعيين النائب الرئيس بحاح، كونه كفاءة وقيادة أتت من دولة ديمقراطية وكان هناك أمل، لكن وجوده لجانب الرئيس والخلافات التي وصلت إلينا يبدو لأنه قد أحرق كرت بحاح تماما، لم يعد هناك تعويل عليه، لأن الخمول والتعاطي مع التعاطي مع الصراع وإدارة الأزمة فاشلة بشكلها الهداوي على طريقة هذه تماما. كما قلنا تماما، الخيارات التي موجودة ضيقة جدا أمام اليمنيين، الخيارات السلمية وإن كان في ظل انعدام وجود الدولة إلا أنها لا يبد أن تظل، سيظل اليمنيين يؤملون على هذا الخيار في ظل وجود الميليشيا، لن ينأس اليمنيين ويظلوا مكتوفين الأيدي في انتظار أن تسيطر الميليشيا على الأرض وتتقدم على الأرض. الخيار المسلح هناك للأسف الشديد هو قائم وسيظل قائما، الخيارات السلمية سنظل نقاتلهم، سيظل المثقفين والكتاب والدعوات السلمية على في طول اليمن وعرضها، المناشدات الآن من هذا من قناتكم توجه بالنسبة للقائد الميليشيا أنه يعرف وعليه أن يعي ويعلم أنه لن يصل إلى حكم اليمن بهذه الطريقة أبدا. إن كان في مخيلتي العودة إلى حكم سلالي أو حكم إلهي كما يدعي فهذا من المستحيلات. عليه أن يرجع إلى خيارة الشعب، إذا كان حقا كما يدعي كما يقول أن هذا هو شعبه، أنه خرج بثورة من أجل إنقاذ اليمنيين، الآن اليمنيين تحت معاناة شديدة، عليه فقط الآن إثبات ولو ما بحسن نية أن يوفر لليمنيين شربة ماء. اليمنيين لا يجدون شربة الماء النظيفة، اليمنيين يموتون وتفتك بهم حمى الضنك. هذا كله إذا كان هناك من باب المناشدة والدعوات الإنسانية على المستويات السياسية في الخارج بالنسبة للأمم المتحدة أن تعي أن اليمين لا تظل تتفرج علينا الأمم المتحدة أو يظل العالم يتفرج على اليمنيين وهم يعانون هذه المأساة، على القيادة السياسية في الرياض أن تكون بحجم المعاناة التي على الأرض. كفانا الخراب الذي أوصلنا إليه هذه، كفانا ما أوصلنا إليه، ما هالخراب اليوم هو نتاج لسياسة هذه الكارثية. أشكرك جزيل الشكر الصحفية والناشطة الأستاذة لطيفة علي، كنت معنا من ميشيغان من أمريكا، أشكرك على يعني مداخلتك ومشاركتك معنا عبر السكايب. وأيضا مشاهدي الكرام، قبل أن ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة على الفيسبوك وآراءكم ومشاركاتكم، نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
عدنا معكم مشاهدينا الأكارم في فقرتنا الأخيرة. شاركنا الكثير من المتابعين لصفحة البرنامج على الفيسبوك بآرائهم حول العمليات العسكرية لقوات التحالف في اليمن ومدى نجاحها أو فشلها في إعادة الأمل لليمنيين. نتابع بعضا من تلك التعليقات على صفحة البرنامج في الفيسبوك، ومنها صدام الطويل يقول: لم يفشل التحالف لكنه لم ينجح بالشكل المطلوب، على الأقل قلص من القوة التي كانت ممكن أن تحرق اليمنيين لعشرات السنين، لكن لا ننكر أن هناك ضحايا مدنيين ويبقى عددهم أقل من ضحايا آلة القتل الحوثية. إعادة الأمل حقيقة ستكون بدعم المقاومة على الأرض. من يتخيل أن الحوثة الفاشية مجموعة أفراد يسكنون في حارة ومنتظرين من التحالف يخلصنا منهم، فهو واهم، وبالتالي ليس العبرة بطول المدة للحكم عليه بالفشل. ومعنا رأي آخر، البرلماني شوقي القاضي يقول: نعم فشل التحالف في إعادة الأمل لليمنيين، وفشل في إنهاء الانقلاب وفي بناء اليمن الاتحادي، وهذه أهداف أعلن عنها مؤتمر الرياض، وكلما نجح فيه التحالف هو ما أعلنه ناطقه الرسمي بأنهم قضوا على منظومة الصواريخ التي كانت تهدد دول الجوار. الأخ عارف حسان يقول: اليمنيون أنفسهم من أفشل إعادة الأمل وليس التحالف، إذا لم تدعم نفسك من الذي سيدعمك؟ هذا رأي الأخ عارف حسان. ورأي آخر، فرحان فضل الشعيبي يقول: الفشل من الداخل، وفشل الحكومة نفسها هي من أفشلت كل شيء، لأنها ليست موجودة في الداخل كي يجتمعون حولها. هذا رأي الأخ فرحان الشعيبي. وأيضا الأخ منير العرامي يقول: الحكم على الفشل من عدمه حاليا هو حكم استباقي، لكن الحقيقي هو أنها تتأخر، وهذا ليس عجزا أو فشلا كونها تمتلك من الإمكانات ما يمكنها من تدمير جيش وبلد بأكمله وليس جماعة كالحوثي، لكن ربما السبب هو لأنها تراعي مصلحة الوطن والشعب، وهو ما لم يتحقق لها إلا بقيادة ميدانية وطنية منظمة وموحدة في الداخل. هذا رأي الأخ منير العرامي. رأي الأخ مهدي التويتي يقول: لم يفشل التحالف باليمن، إنما يستخدموا بحربهم ما يسمى بقص الأطراف ودقدقة المفاصل وسياسة النفس الطويل، مراهنين على ذلك بإنهاك الانقلاب اقتصاديا. إذن مشاهدينا الكرام، بعد أن استعرضنا هذه الآراء من أصدقاء البرنامج على الفيسبوك، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. في الختام اسمحوا لي أن أشكر كل من شارك معنا في حلقة اليوم، من الرياض الدكتور حمزة الكمالي الناشط السياسي، ومن ميتشيغن الصحفية والناشطة لطيفة علي، وأيضا من القاهرة الصحفية والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. الأسبوع المقبل بإذن الله حلقة جديدة بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.